اسمك ايه؟ اسامه مصطفى. قول لي كان عليك ايه النهارده يا سيدي؟ عليا امتحان. هل الامتحان جه سهل ولا صعب؟ كان جاي في مستوى طالب المتوسط. حليت كويس؟ الحمد لله. طب هل في اسئله جات لك صعبه؟ هو يعني حدود 3 اسئله كده 4 اسئله. طب هل الوقت كان كافي اللي انت تحل كويس؟ يعني ساعه ونص كان كتير بصراحه الامتحان. اسمي حسين السيد. كان عليك ايه النهارده يا حسين؟ كان عليا ماده احياء. قول لي عملت ايه النهارده في الامتحان؟ الحمد لله الامتحان كان سهل وجاي في مستوى الطلب المتوسط يعني اللي مذاكر هيعرف. طيب هل في اسئله جات لك صعبه؟ كم سؤال كده بس يعني في حدود مثلا 2 3 سؤال كده بس اللي مذاكر عارف يحلهم كويس. طيب هل الوقت كان كافي اللي انت تحل كويس؟ انا خلصت اصلا في اول 10 دقايق كده وقعدت تراجع. عبد العزيز محمد. قول لي عملت ايه النهارده؟ الامتحان كان كويس ما جاش اصعب حاجه. كان الامتحان جاي لذيذ يعني مستوى طالب متوسط جاي كان مذاكر يعرف يحل. طب في اسئله جات لك صعبه ولا حاجه؟ يعني كام سؤال يعني مش اسئله كتير بس اللي مذاكر يعرف يحل يعني. طيب هل الوقت كان كافي اللي انت تحل؟ الوقت كان كافي كويس جدا يعني ساعه ونص كويسين. فيكو